سينقضي العام بأوجاعه وأحلامه، حمل شهوراً ثقيلة على سكان قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية عليهم، فما هي أمنياتهم وأمالهم في العام الجديد؟ أمنيتنا نرجع على بلادنا وعلى دورنا المهدومات، لكن بدنا نقعد فيه هناك، نعمل خيمة ونقعد هناك، هذا أمنياتنا، ويجي أولادنا حوالينا ونقعد، هذا أمنياتنا، هاي الأمنية. انت شايف اميتنا ايش طالبين اكثر من هيك؟ بتمنى ان شاء الله في العام الجديد نكون فيش حرب وترجع الدنيا زي قبل واحسن، ونرجع بخير وسلام لاهالينا، وكل واحده تروح لجوزها ولدارها، تتحسن الاوضاع، ان شاء الله يكون العام كويس واحسن من هيك. امنيتي انه ارجع على بيوتنا، ارجع على غزه، ارجع على الشمال، ارجع اشوف بابا، ارجع اشوف بيوتنا، أرجع أشوف مدارسنا، حبايبنا، أهالينا، أصدقائي، أحبائي، كلهم أمنيتي أشوفهم في العام الجديد. نروح على البيت، بس هذا أكبر طموح ممكن نشوفه في الوقت الحالي. إيش بدك كمان؟ إيش بدك أحكي أكثر من هيك؟ والله يا صديقي ربنا يفرجها على الجميع ونروح على الدور. اكبر طموح ممكن، اكبر طموح ممكن احنا نشوفه حاليا انه احنا نرجع بيت لاهل، نرجع على دارنا. الله اعلم اذا كانت البيت موجود ولا مش موجود، الله اعلم اذا كانت العيادات موجوده ولا مش موجود. بحكي معك دكتور اسنان وضعه شرش، ربنا يفرجها على الجميع، هذا اللي بقدر اقول يا اخوي. بتقف الحرب والنازحين يرجع على بيوتهم غانمين سلميه، وتنحل هالقضيه اللي مش عارفين حالنا وين رايحين ولا وين جايين. هاي كل يعني كل واحد من الشعب الفلسطيني ايش بده يتمنى؟ الامن والامان والاستقرار وهداة البال ويصلح الحال، وربنا يفتح علينا هالبلاد ترجع زي ما كانت في الاول. احنا بنتمنى ان نروح من الصبح على بلدنا، وبدناش اي حاجه، مستعدين بطولنا، بدناش ناخذ شيء، بدنا نروح. والله تعبنا يا عم، تعبنا كثير، وبنتمنى يكون عام ان شاء الله بكون افضل من العام اللي فات. هذا اللي بتمناه. أنا أمنيتي إنها تخلص الحرب ونرجع على بيوتنا، تعبنا من شغل النار والتعب هذا، ونعبى مي. كنا قبل نروح جنب بيتنا عشان نعبى المي، أما الحين بنروح آخر على منطقة بعيدة علشان نعبى المي، بس بدنا إحنا نرجع لدورنا وهي أمنيتي. تنتهي الحرب ونرجع على بيوتنا، نعيش زي العالم ما هي عايش بسلام وأمان. لعقود طويلة سوف تستمر ذكريات هذا العام في ذاكرة سكان قطاع غزة، الذين تبقى أمنيتهم الوحيدة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، حرب عاشوها يوما بعد يوم، وسيكون نسيانها عصيا لأنها حفرت في ذاكرة التاريخ. أحمد حرب لقناة العربية والحدث من رفح جنوب قطاع غزة.